رفضت ان يتولى العباده ولايه ثانيه، تقوم اطلع برا، قوم هذا عقد بفساد، شيله واخذه ورجع للوزاره. من الذي ادخل الامريكان مره اخرى للعراق؟ اوراق موجوده عندي، ايه؟ قدمت شكوى ولا واحد سمع. كانت هنالك اتفاق او اراده سياسيه على عدم فتح هذا الملف؟ قال مو تطلع تحكي بالتلفزيون، قلت له اذا احكي احكي عموميه. ولا تستثني وزارة واحد، كل من ماخذ راحته على حل شعره، واحد يشوف الثاني، هذا ديبوك هذا بيبوك، ذاك يبوك هذا يبوك. لماذا فيما بعد انشققت من المجلس الأعلى؟ الولاية الثانية كانت كارثة على العراق، وكل من شارك بها يوم القيامة الله يحاسبه. هذا الملف وراء فلان ترى مو أنا، حكومة جاية بيان جبر ما يصير، قلت له روح قل له لن أكون معك. حقائق مغيبة يأتيكم في الأوقات التالية.